اهلا وسهلا بيكم، برحب بيكم كل مشاهدينا. اتكلمنا كتير قوي عن جوجوبا وعرفنا كل مشاهدينا بهذه النبته، كل الناس بقت عارفه ان النبته دي قد ايه مهمه، استخداماتها ايضا كمان متنوعه ومختلفه كتير جدا في مجالات كتيره قوي. مش هنتكلم بقى عن هذا الجزء زي ما قال لي ضيفي الكريم، قال احنا عايزين بقى ندخل في كلام مهم قوي، عايزين نتكلم في التسويق، عايزين نتكلم في اليات كتيره للتطوير، عايزين نتكلم ايضا كمان في تطوير جيل جديد يفهم ازاي ينتج نبته زي دي ويستخدم ايضا كمان مستخلصات هذه النبته في تصنيع كبيره جدا، ملفات كبيره جدا رائدتها نبته الجوجوبا. وده طبعا اللي هنفتحه مع ضيفنا الكريم مهندس محمد اسماعيل خبير زراعه الجوجوبا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. مشرفنا يا فندم ومنورنا، وعايزين حضرتك تطلعنا على الاستراتيجيه اللي دلوقتي انتوا شغالين بيها ل زراعة وإنتاج أكبر لهذه النبتة المهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا نشكر حضرتك ونشكر قناة على الاستضافة والبرنامج. طبعا احنا يعني نبات الجوجوبا طبعا من النباتات الواعدة جدا، واللي هي يكون لها القدرة ان هي تغير في الاقتصاد المصري. من امكانيات هذا النبات والمميزات بتاعته اللي هو يقدر يوفرها لنا، وخصوصا على التحديات اللي هي بتقابلنا زي ثوابت الموارد المائية، زي تغيرات مناخ، التصحر، الحاجات دي كلها الحل بتاعها عند نبات الجوجوبا. الجوجوبا بتقدر ان هي يعني تحل المعادلة الصعبة دي كلها. فطبعا كانت فيه عدة معوقات، وطبعا الحمد لله ربنا وفقنا يعني في هذا الموضوع. كانت مشكلة قلة الانتاج دي كانت نقطة يعني من النقط المهمة جدا، وقدرنا الحمد لله نشتغل عليها بفريق علمي كبير، طبعا بسواعد مصريين، وقدرنا نحقق فيها نجاح كبير. والحمد لله حققنا انتاجيه وصلنا لتن ونص في الفدان، وده كان رقم يعني صعب علينا في مصر ان احنا نقدر نحققه. الحمد لله قدرنا نحقق طن ونص في الفدان ده من بعد السنه الخامسه في الانتاج، وده ما وقفناش لحد كده برضو، لا ده احنا ما زلنا في شغال في تطوير، في فريق كبير جدا من العلماء شغالين في هذا الموضوع. احنا ان شاء الله نحقق 2 طن من الفدان، وده قريب جدا، لان معانا يعني بشاير كويسه جدا ان احنا نقدر نحقق 2 طن من الفدان. في الحاله دي ان احنا كده نقدر نحقق عائد اقتصادي من هذا النبته يعني بكميات كبيره جدا. اللي انا حابب اطمن المستثمرين واقدر احفزهم في هذا النبات، كان كله قلقان من مساله السوق وخايف يقول لك هزرع جوجوبا، مين هياخدها مني؟ هوديها فين؟ ده نبات ما بيتاكلش، ما بياخدوه، مش علف لحيوان. فكانت دي كل هي بتتحط في حساباته. بحب يعني نطمنهم النهارده اصبح وجدنا للجوجوبا او فتحنا اسواق للجوجوبا محليه ودوليه بكميات كبيره جدا جدا. احنا محتاجين الاف الافدنه عشان تتزرع، بل ملايين الافدنه من نبات الجوجوبا عشان نقدر نزرعها في مصر وفي الوطن العربي كله. وطبعا الفكر الجديد والاستراتيجيه الجديده اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي القيمه المضافه للمنتج. نعم. ان احنا مش هنخلي حد ياخد تعبنا، مش المصريين هتشقى وهتتعب وتطلع تعبها حد يستفادوا منها ويصنعوا ويردوه لنا تاني ناخده بكده. فكانت دي نقطه مهمه جدا ان احنا لازم نعمل القيمه المضافه للمنتج. فطبعا بالفعل تم في مصر، وبسواعد مصريين برضو، ناس وطنية، ناس مخلصة. وأصبح النهاردة فتحنا سوق محلي كبير جدا للإنتاج بتاعنا، ونعمل عليه التصنيع ونقدر نعمل عليه القيمة المضافة. رفعنا سن التصدير بالنسبة للزيت، اترفع $4000 عندما فتحنا السوق المحلي في مصر، لأن أصبح عاد عندنا سوقنا، ما عندناش إحنا مضطرين إن إحنا نصدره خام. لا، إحنا بنصنعه وبعد ذلك نقدر نصدر منتج نهائي. نعم. فدي كانت يعني حاجات ايجابيه جدا جدا. فاصبح دلوقتي عاد موجود سوق محلي قوي، فيه المصنع موجود في برج العرب، تعاقد على المحصول فورا، اي كميه موجوده باي مساحه يقدر يتعاقد عليها. بنقدر ناجر الاراضي المنتجه من الناس، من الفلاحين نقدر ناجر منهم، والمستثمرين ناجر منهم الاراضي، لان احنا محتاجين المحصول.
فده كل ده حاجات بالنسبه نقدر ايه عشان نطمنهم ونحفزهم على زراعه نبات الجوجوبا. نعم باشمهندس اسماعيل، كنت بتقول ان احنا قدرنا نتغلب على مشكله قله الانتاج، هي المشكله دي كان اساسها ايه يا فندم؟ ان الناس مش عارفه النبته اساسا، مش عارفه موضوع الجوجوبا، ولا كان في مشاكل اخرى متعلقه بان يزرعوها ازاي، هيستفيدوا منها ايه؟ يعني الامور كانت واقفه عند ايه؟ بص حضرتك، هو بالنسبه لمشاكل قله الانتاج دي كانت بتقف على عده عوامل. اول، نبات الجوجوبا نبات احادي جنس ثنائي مسكن، يعني في شجر مؤنث وفي شجر مذكر، وفيه نسب للنبات المؤنث داخل المزرعه وفيه نسب للنبات المذكر. نسبه الفدان، نسب الاشجار المذكره لا تتعدى ال 12% 13%، وباقي من 87 88% ده بيبقى اشجار مؤنثه. اللي كان شائع في هذا التوقيت او في بدايه انتشار زراعه الجوجوبا ان هما كانت تنزرع النبات بالبذور. في حاله ما بتزرع النبات الجوجوبا بالبذره بيكون عندك من 60 ل 70% نبات بيطلع مذكر، وبيطلع عندك 30 ل 40% نباتات مؤنثه مجهوله المصدر، ما تقدرش تعرف الانتاجيه بتاعتها. هندي مثال قريب لو اللي عشان بسط على المشاهد. لو قلنا بالنسبه للنخل، حضرتك ليه بتجيبي فسيله ب 1200 جنيه مثلا في انواع زي المجدول او حاجه زي كده؟ طب ليه ما بتزرعيش نوايا؟ لو زرعت النوايا هيطلع لك حاجه مجهوله المصدر بنسبه 60 ل 70% هتطلع مذكر، والمؤنث هيطلع ما انتش عارفه انتاجه. العامل الوراثي هنا، لان ده اكسار جنسي، فالاكسار الجنسي العامل الوراثي هنا بيلعب دور. فكان لابد ان الجوجوبا او النباتات الاحادي الجنس الثنائي مسكن اللي هي يبقى الاكسار لها اكسار لا جنسي، اكسار لا جنسي يبقى الاكسار خضري او بالانسجه زي ما اتعمل في النخيل. في النخيل. نعم. ما زالت هي يعني الجوجوبا في يعني الانسجه فيها في النطاق البحثي، ولكن احنا نتمنى ان هي طبعا تخرج للنطاق التجاري في الانسجه، لان ده هتنطب معانا نقله كبيره في بالنسبه للجوجوبا. ولكن اللي نجح لحد دلوقتي في اكسار الجوجوبا في اللاجنسي اللي هو الاكسار بالعقله. فبضطر ان احنا النهارده عشان نزود الانتاج بتاعنا يبقى انا السورس او الام اللي انا هاخد منها العقله بتاعتي دي عملت عليها، قيمتها، عرفت انتاجها، مش مجرد ان هي مؤنثه وبس. لان يهمني، ما في مؤنثه هتجيب لي كيلو وفي مؤنثه هتجيب لي 5 كيلو. فانا اعمل اكسار لنهين فيهم. فبضطر ان انا اعمل كل المعاملات على الام دي عشان اقدر اعدي شتله تديني انتاج قوي. دي من ضمن الحاجات اللي بدات نرفع بيها انتاجيه الفدان. ما بنقفش لحد كده بس، ده احنا بنعمل كمان انتخاب كمان للامهات اللي تفوقت في الانتاج، ونعمل لها اكسار ونعمل منها مزرعه امهات، ونرجع ننتخب الام اللي تفوقت في الانتاج عشان نبقى خيار من خيار، عشان نقدر نطور السلالات بتاعتنا، يبقى عندنا تطوير بصفه مستمره. ما نقدرش نقف في نقطه واحده او نحقق، لا احنا بنتكلم مثلا حققنا طن ونص، التارجت بتاعنا نحقق الاثنين طن، ومستمرين ان شاء الله نقدر نحقق ده. الحاجه المهمه كمان في زيت الانتاج بالنسبه لتوزيع الخريطه الملاحات في المزرعه، لان احنا قلنا فيهم نبات مؤنث وفي نبات مذكر، فازاي ان انا اوزع النباتات المذكره داخل المزرعه وتكون بطريقه ان انا اقدر الرياح تقدر تنقل حبوب اللقاح للزهره المؤنثه، لان الازهار بتاعه الجوجوبا عديمه الريح، ملهاش جذب للحشره ان هي تقدر تقف على الازهار وتنقل حبوب اللقاح، فحبوب اللقاح بتاعتها بتتنقل عن طريق الرياح. فلابد ان احنا يكون في توزيع جيد في خريطه للزراعه في جوجوبا في الارض المستديمه عشان نقدر نزوم. الحاجه الثانيه كمان بالنسبه، كانت الثقافه الشائعه عند الناس ان نبات الجوجوبا ما بيحبش ميه، نبات الجوجوبا ما بيحبش التسميد. طبعا ده مفهوم خطا. هو نبات له قدره تحمل على العطش، ولكن لو ادانه المقنن المائي بتاعه هيزود الانتاج بتاعه. نعم نعم. الحاجه الثانيه بالنسبه للعناصر، طبعا ما فيش نبات اساسا الا له احتياجاته من العناصر، ما ينفعش ان انا نبات اقول ما سمدوش. فكان في بعض الثقافات مغلوطه عند بعض الناس اللي استخدموا وبداوا في زراعه الجوجوبا. الحمد لله قدرنا الكلام ده
يعني ننشره ونقدر يعني من خلال المؤتمرات، من خلال ورش العمل، من خلال حضراتكم في البرنامج او المنبر الاعلامي دون، فعشان نقدر نوصل المعلومه الصحيحه والثقافه دي بنقدر احنا نعمل متابعات برضو على ارض الواقع ونعمل دعم فني عشان نقدر ندي لهم برامج ري وبرامج تسميد ونقدر ان احنا نزود الانتاج بكل من كل الجوانب، ما نبقاش واقفين في نقطة واحدة، فدي الحمد لله قدرنا نتخطى هذا الأمر. نعم، ده ياخدنا بقى باشمهندس إسماعيل نحن نتكلم على جزئية مهمة قوي وهي عملية التدريب. نعم. يمكن بدأتوا تعملوا بروتوكولات في مجال تدريب لجامعات أيضا كمان. نعم. لمراكز بحثية. نعم. فالأمور بدأ ياخد شكل متوسع جدا علشان الناس تعرف إزاي تستفيد، أن هزرع النبتة دي بس هديها قيمتها إزاي عشان تديني بعد كده إنتاج أكبر. المجال التدريبي ده يعني دلوقتي بقى يعني الخطة فيه عاملة إزاي؟ طبعا حضرتك دلوقتي إحنا لما زودنا أو عالجنا العوامل اللي بتزود الإنتاج وجدنا السوق، فاحنا في مرحلة الانتشار. عايزين ننتشر، عايزين نوسع، عايزين نعرف الناس يعني ايه جوجوبا واهتماماتها والعائد الاقتصادي بتاعها والصناعات اللي بتقوم عليها. فاحنا عشان نقدر نوسع الدايرة دي، فاصبح الوقت ان احنا النهاردة مثلا للاجيال اللي جاية بنتكلم في مثلا في كليات الزراعة اللي هم المختص اللي هيطلع مهندس زراعة. احنا بدأنا الموضوع كشركة، وقعنا بروتوكول مع جامعة مطروح، استاذ دكتور محمد اسماعيل كان بعمل الجامعة، نوجه له التحية على الاستجابة والاهتمام. وقعنا معاه بروتوكول على اساس ان احنا يبقى فيه تعاون ما بين الشركة وما بين الكلية، من هنا لان احنا عايزين نجيب ابنائنا الطلاب يعملوا زيارات ميدانية، يبقى فيه ورشة عمل في الحقل، يبقى يقدر هو النهارده يحضر ازاي يعني ايه جوجوبا، مراحل التجذير بتاعتها، هو يقدر يتعامل، يقدر يزور المزارع ويقدر يشوف الكلام ده. اصبح هو النهارده مش هيطلع اكاديمي بس، هو هيطلع فني وهيطلع مدرب وعنده فكر وعارف يعني ايه جوجوبا واشتغل فيها وهو اثناء دراسته. اصبح هو هيتخرج هيكون مهندس زراعي، هيكون اصبح يعني انا يعني اقدر انشر الكلام ده في اكتر من مكان لان هو من محافظات مختلفه، يبقى هيقدر احنا ننشر ثقافه زراعه الجوبة عن طريق الايه الاجيال الجديد. برضو في موضوع المراكز البحثيه وكده برضو شغالين في الموضوع دون، على اساس ان احنا الشركه قلنا بندعم كل الباحثين اللي عايز يعمل ابحاث عن الجوبة، سواء في اكسارها سواء في تصنيعها سواء في كل المجالات دي كلها، الشركه داعمه بقوه لهذا المجال، بتوفر كل ما لديها من امكانيات ومعلومات بتديها للباحث. نعم. عشان يبقى بشكل تعاون عشان نقدر برضو نوسع دايره الانتشار في زراعه نبات الجوبة. نعم. طيب دلوقتي هو عارف ينتج، عارف يزرعها كويس، عارف يديها كل احتياجاتها للجوجوبة، يعني بقى عنده انتاج، هتقابله مشكلة متعلقة بالتسويق. تمام. ودي أعتقد أن دي يمكن المشكلة الكبيرة لكل محصول لكل منتج. نعم. هنا بقى عملتوا إيه بقى باشمهندس حضرتك؟ إحنا كان لابد أن جوجوبا تدخل في الصناعة، لأن إحنا كانت كل 95% من الإنتاج العالمي فيما سبق كان بيدخل في مستحضرات التجميل. مستحضرات التجميل ما تقدرش مع المساحات اللي احنا بنستهدفها ما يقدرش يستقبل سوق مستحضرات التجميل الكميات اللي هذا. فاصبح الوقت كان لابد ان هي الجوجوبا تدخل في الصناعه. دخلت الجوجوبا في قوه مع مجموعه من الزيوت الطبيعيه برضو في مبيد زراعي، اصبح ان احنا نقدر نرش ونستخدمه بدل المبيدات الكيميائيه، نقدر نستخدمه في المكافحة عندنا سواء فيروس سواء حشري سواء فطري، بنخدمه ونقدر نستخدم كمكافحة طبيعية. أصبح نقدر نصدر منتجاتنا من غير بقايا مبيدات، نقدر نفتح أسواق عالمية، نقدر نأكل شعبنا وأولادنا غذاء آمن بدون أي مبيدات. فدخول الجوجوبا في عالم الصناعة وأول خطوة فيها دخلت في المبيدات، ده سوق كبير جدا بكميات كبيرة جدا. فده بيطمن المستثمر او اللي هيزرع جوجوبا ان السوق موجود، المصانع موجوده عايزه الكميه بتاعتها عشان تشتغل وتنتج، فده اصبح سوق واعد. قدرنا نعمل برضو كمان كمستحضرات تجميل، نفذنا الكلام ده وصنعنا، فاصبح دلوقتي معانا شقين شغالين كمبيد وشغالين كمستحضرات تجميل. طبعا فيه مجالات تانية شغاله في خارج مصر، في مثلا في ارامكو،
في أرامكو في السعودية. نعم. كإضافة ست محركات الشغل على شغل قوي. نعم. بننفذ لها مشروع حاليا هناك، بنزرع لهم هناك وصدرنا لهم الشتلات. فطبعا أصبح الوقت فيه صناعات كبيرة جدا جدا داخلة على الججوبة. ما وقفناش عند الحد وبس، لأن احنا لو قلنا ان هنتكلم بالنسبة للسوق بنتكلم في زيت، طب انا عندي في 50% 55% بقيت المخلف بقيت العصر، ودي قيمه مضافه برضو طبعاً. قيمه مضافه للمحصول. فاصبح الوقت كان اللي حابب بقى اضيفه برضو للمشاهد. نعم. كان عشان نقدر نستخدم الكسب دون او نقدر نديه للمواشي او الانتاج الحيواني، كانت في ماده السومندسين، والماده دي ماده فاقده للشهيه وممكن تعمل سميه للحيوان لو خد بكميات كبيره. فكان في من قبل كده كنا بنكسر السومندسين، فلما كنا بنكسره عشان نقدر نستخدم الكسب ده، لانه 32% بروتين نباتي، بروتين عالي جدا. فاصبحت الماده دي النهارده قدروا يستخلصوها، وقدرت ان الماده في حد ذاتها لها قيمه اقتصاديه عاليه جدا، لان هي عدلها شقين. اول شق كان بتستخدم في الادويه، مصانع الادويه بتاخدها في الدايت والأدوية بتاع التخسيس، لأنه بياخد مادة طبيعية مش مادة كيميائية. فدي كانت مهمة جدا. الإضافة الجديدة اللي كانت في من الكلام ده من شهر في بلجيكا وفي بريطانيا، المادة دي اتعمل تجارب عليها على الخلايا الحية وجابت نتائج إيجابية جدا جدا. فده بيفتح يعني أمل كبير جدا جدا ناحية علاج السرطان بهذه المادة. وده أرقام طبعا وموضوع طبعا مش تخصصي، ولكن احنا عشان في المجال متابعين فبنتابع الأبحاث والنتائج أول بأول، سواء في مصر أو خارج مصر. الكلام ده تم في بلجيكا وتم في بريطانيا، إن المادة دخلت في علاج للسرطان، وده في حد ذاته هنتكلم بقى في اقتصاديات تانية خالص من هذه المادة. دي قيمة مضافة كبيرة جدا. يبقى انا مش موضوع الزيت بس. لا، ده خلاص انا استخلصت السومندسين. نعم. وبعته ودخلت بيع عائد اقتصادي. ورقم المادة الجزء السومندسين بيمثل حوالي 2.5% من الوزن بتاع، يعني كل طن كزب فيه 25 كيلو سومندسين. 25 كيلو دول بنتكلم في الجرام بأرقام، لو قلنا هنسمع المشاهد أرقام كبيرة جدا، لكن بقول له في اقتصاد عالي قوي. أصبحت عند البروتين عند الكسب كده 32% هدخله لإنتاج دجيني، الأسماك، لإنتاج الحيوان. الحاجة الثانية بالنسبة الأوراق بتاعة الشجرة كمان نفسها دخلت في برضه في مجموعة كبيرة برضه من المبيدات، عفان جذور ونماتودة وبتاع، فأصبح الشجرة كلها فوائد. فبكل الفوائد العظيمة دي نقلق من سوقها؟ مفيش حاجة تقلق. مفيش أي. أنا اتكلمت عن تسويق داخلي وتسويق أيضا كمان خارجي دولي، فيعني الأمور مفتوحة جدا. نعم. لكن برضو اللي سمعنا دلوقتي يقول إيه؟ طيب والتكاليف؟ نعم. تكاليف بقى إنشاء الليلة دي كلها. تمام. يعني شايف إزاي الأمر ممكن يكون هين على اللي بيشوفنا دلوقتي انه يبدا بقى يدخل في مجال زراعه الجوبه ويدخل بقى في هذه المنظومه ازاي؟ بالنسبه لتكاليف الانشاء ما تختلفش الجوبه عن اي تشجير، سواء هنشجر زيتون، تفاح، رمان، خوخ، لان اساسا في الاول وفي الاخر انا عشان ازرع محتاج يكون عندي بير في المزرعه او المصدر الري بتاعي، محتاج يكون عندي مصدر طاقه، محتاج يكون عندي شبكات الري بتاع. نعم. كل ده يتساوي فيها جميع الاشجار. نعم. ما اختلفش الجوبة عنهم في اي شيء. تمن والشتلات بتاعتي وبزرع، اصبح انا النهارده بالنسبه لما احط تكاليف الفدان للجوجوبا في متوسط من 20 ل 22000 جنيه تكاليف الفدان، بدايه من حفر البير حتى الزراعه. الفدان بيصرف له مصروف في السنه 6000 جنيه سنويا. هتلاقي من اقل المحاصيل في المصاريف، لانه ما بيصيبوش اي امراض، ما عنديش اي برنامج مكافحه ولا مبيدات خالص، لانه هو اساسا هو نفسه ضد البكتيريا وضد الفطريات وضد الامراض. بالظبط كده. فاصبح انا النهارده بالنسبه لي عندي 20 22000 جنيه تكلفه انشاء، عندي 6000 جنيه مصروف حد في السنه. مفيش النهارده لو جينا نعمل مقارنه ما بين اي محصول بتزرع في مصروفه سنويا، لو جينا لو نذكر العنب هتلاقي العنب بيصرف له 17 18،
لو وجدت في الموالح نفس الطريقه تفح، لان هناخد ارقام المبيدات النهارده هتاخد رقم كبير، فالتكلفه من اقل التكاليف في الانشاء هي جوجوبه، وتكاليف المصاريف الدايمه كمان بالنسبه للجوجوبه هنلاقي التكاليف قليله جدا جدا. نعم. الانتاجيه بقى بتبقى بعد قد ايه يا باشمهندس محمد؟ ان شاء بص حضرتك، النبات بيبدا يبشر في السنه الثالثه، بيبدا يدي البشائر بتاعته. في السنه الثالثه بتبقى بشائر بيدي 150 كيلو الفدان، في السنه الرابعه 350 كيلو، السنه الخامسه بيدي 600 700 كيلو. بندي حضرتك احنا في الدراسه لازم نقول او ارقام بنقولها بنقول حد ادنى. يعني احنا في الخمسه حققنا يعني الكلام ده بالشكل الادنى بالزبط. خالص بالظبط. اه لازم نتكلم كحد ادنى. يعني انا النهارده مثلا لما بتكلم في السنه الخامسه هتكلم متوسط نص طن، لا في 800 على ارض الواقع، في 900 على ارض الواقع، في 750، احنا بنحطها 500 550. طب لما اجي للسعر، سعر السنه ده كان 90 جنيه و95 جنيه للكيلو البذور، لما احطها في الدراسه هتكلم في 70 جنيه. يبقى انا لازم بتكلم فيه. لما بتكلم في نص طن في 70 جنيه بتكلم في 35000 جنيه انتاج. ده انا اديت حد ادنى في الانتاج واديت حد ادنى في السعر. لو اتكلمت على واقع في سعر واتكلمت على واقع في انتاج، لما هتكلم 700 كيلو انتاج في 90 جنيه بتكلم في 62000 جنيه. فيه رقم فرق كبير بين. نعم. وانا بتكلم ده ايه؟ ده بذر. انا ما عصرتش وحولت لزيت، او ما صنعتش وعملت القيمه المضافه. ده اقل مرحله، اللي هو الفلاح البسيط اللي زرع ال 10 فدادين او الخمسه فدادين هيبيع البذور بتاعته، لانه مش كل واحد هيصنع. نعم. فده اصبح الوقت ده اقل تكاليف او اقل عائد ان هو يقدر يحققه. بالنسبه في السنه الخامسه 500 كيلو ده اقل انتاجيه في اقل سعر 70 جنيه 35000 جنيه، هيصرف الفدان 6000 جنيه في السنه. نعم. طيب يعني دي زي ما حضرتك شايف كده، دي زراعه جديده، رغم ان احنا اتكلمنا كتير قوي عن الجوجوبا، لكن هي برضو تظل جديده. نعم. فالمصانع بالتالي قليله. نعم. هل مش معنى كده ان يبقى في من الجهه الاخرى من المصانع انها تتحكم في السعر، تعمل شكل احتكاري شويه، مش خايفين من الحكايه دي، ولا انتوا حاطين ليها حلول يعني؟ اولا نعم. حضرتك النهارده بالنسبه للطلب العالمي عليها كبير. فاصبح النهارده عشان تبقى احتكاري، لو احنا هنبقى اللي بيصنع في مصر عايز يحتكر سعرها، طب ما هو فيه مصدر هيصدر. هو لو ما خدش المحل ده، لو ما خدش بسعر ينافس اللي هيتصدر، مش هيقدر ياخد، مش هشغل مصنعه. النهارده مثلا يعني دخل في تصدير الجوجوبا اكتر من 15 شركه في 2018 صدرت جوجوبا، صدرت زيت جوجوبا. فاصبح النهارده انت عندك سوق قوي، تتكلمي في اقل سعر لزيت الجوجوبا 20 دولار، هو يقدر ياخد البذور ويعصرها ويصدر الزيت. فاصبح ما حدش يقدر يحتكر، لان النهارده المصنع لو ما خدش بسعر، لو المصنع ما خدش بسعر مناسب يقدر ينافس بيه، هيتبدا كله هياخد الزيت وهيصدره بره، فما يقدرش يحتكر. تحتكر لما تكون انت الوحيده لاستخداماته. لكن النهارده انت عندك المانيا، عندك اليابان، عندك الصين، عندك كوريا، عندك ماليزيا، كل ده اسواق كبيره طالبه كميات كبيره من زيت الجوجوبا. فازاي انت هتحتكريه كمصنع او كصاحب مصنع؟ مش ممكن طبعا يقدر. ده هو لازم ينافس في السعر. كل ده سبب لصالح المزارع الجوجوبا. طب باشمهندس محمد، في آلية جديدة وهي تحميل على زراعة الجوجوبا، هتبقى دي ازاي؟ والموضوع ده مربح برضو ولا لا؟ هو حضرتك احنا بنعمل موضوع نحمل بعض المحاصيل على نبات الجوجوبا، لان احنا مش عايزين النهارده اللي المزارع او المستثمر هيزرع جوجوبا يقعد 3 سنين من غير ما يكون له عائد من مزرعته. فاحنا بنعمل التحميل بعض المحاصيل عشان نعمل اكتفاء ذاتي للمزرعه. نعم. او نجيب عائد انت. فاصبحت انا النهارده بزرع مسافات الزراعه في جوجوبا 2 في 4 خطوط. ما بين الخط والخط 4 وما بين النبات والنبات مترين. فانا بستغل المسافه البينيه دي في جزئيتين. اول حاجه هيتحكم فيها نوع مياه الري بتاعته والتربه، عشان اقول هحمل عليها نبات ايه. لو انا عندي النبات بتاعتي لو الميه ملوحه عندي عاليه، يبقى اصبحت انا هستخدم، لو عايز اعمل انتاج حيواني يبقى انا هزرع البونيكم فيها كعلف لانتاج الحيواني، واقدر اعمل مزرعه انتاج حيواني وابدا ااكل الحيوانات بتاعتي.
ممكن ازرع زي المحاصيل اللي تحمل زي الكنتالوب، زي اللب الخشابي، زي اللب الكاوتش، الحاجات اللي هي ما بتستهلكش معايا ميه كتير، وفي نفس الوقت بزرعها احملها على نفس الشبكه بتاعتي واجيب عائد اقتصادي منها سريع عشان على الجوبه ما تدخل مراحل الانتاج بتاعتي. يعني دلوقتي حتى كمان الفترة اللي أنا على بال ما يجي لي محصول الجوجوبا 3 سنين، نعم، أنا ممكن أستفيد من الأرض دي وحمل عليها زراعات أخرى زي حضرتك ما بتقول، بالزبط، بحيث أن الأمر يبقى مش قاعدة مش منتظرة طويلا يعني. بالزبط، نعم. بالزبط، بالزبط. العائد الاقتصادي بقى للجوجوبا وما بين أي محصول آخر، نعم، الفرق ما بينهم قد إيه؟ حضرتك لما نيجي نتكلم هنتكلم في صافي ربح، لأن احنا ممكن النهاردة مثلا لو حطينا محصول زي مثلا زي اقرب لوز زيتون، لو اتنين انما نحسب تكاليف الزيتون وتكاليف الجوجوبا هلاقي الزيتون يصرف لحد 10,000 جنيه، الجوجوبا بتصرف 6,000 جنيه، فده فرق في 4,000 جنيه في الفدان في المصروف. لما نيجي للايراد احنا لو حطينا متوسط الجوجوبا حطينا 500 كيلو، هنرجع للزيتون لو حطينا له متوسط هنلاقي متوسط 2 طن. لما اتكلم 2 طن زيتون في 10 جنيه ب 20,000، 500 في 70 ب 35,000. ده مقارنه ما بين الزيتون وبين جوجوب، انا خدت هنا متوسط وخدت هنا حد ادنى. نعم. ما اتكلمتش في ارقام في العالي هنا او في العالي هنا. لو عملت مقارنه ما بينهم وما بين مثلا نبات زي التفاح، لو عملت حاجه زي التفاح هلاقي مصروف التفاح في السنه بتعدى 13,000 جنيه و14,000 جنيه الفدان. مصروف الجوجوب عندي 6. لما اجيب في عائد الايراد بتاع فدان التفاح بتكلم في 20,000، من 22 ل 23 على حسب سعر التفاح، بلاقي هنا في 35,000 جنيه، فالعائد الاقتصادي هنا عالي. الحاجه المهمه كمان ان انا لو في اي مشكله حصلت عندي في مزرعتي، ما الجوجوبا بتتحمل هذا الوضع. لو عندي مصدر الري بتاعي عطل مثلا، او في عندي مشكله في البير، او نسبه المياه الجوفيه عندي الملوحه بتاعتها عليت، فدي الجوجوبا لان هو متحمل الجفاف والملوحه. طيب الحاجه الثانيه كمان احنا عندنا تغيرات مناخ داخلين، في تغيرات مناخ وملموسه وبترفع معانا درجات الحراره. طب طبعا دون في بعض المحاصيل هتبدا تتاثر في مصر وهيقل الانتاج بتاعها بسبب تغير المناخ. لا، هو بالنسبه له بيتناسب مع هذا الموضوع، لانه مع ارتفاع درجه الحراره، لانه لحد 55 بالنسبه له ما بيتاثرش، من بعد ال 55 يبدا يتاثر. فده بالنسبه له دي نقطه مهمه تدي له تنافس وقوه تنافسيه في المساحه الزراعيه. عندنا بالنسبه للثوابت في موردنا المائيه، انت عند حضرتك معظم المياه الوقت حاليا في الاستصلاح على مياه الابار، ونسبه كبيره جدا من مياه الابار عليه ملوحه، يبقى اصبح هو بينفرد هذا الموضوع. برضه الجوجوبا بتخش تحل هذا الموضوع. دون على ذلك احنا عندنا مياه صرف صحي معالج، ودي طبعا قنبله موقوته في كل محافظه. طبعا بيدخل الجوجوبا يحل المشكله دي. فانا لما هتكلم على مياه الصرف الصحي طبعا هقدر ان انا اتخلص من المياه تخلص امن. هقدر ان انا احول مياه الصرف الصحي بدل ما هي مشكله هحولها لعائد اقتصادي. هقدر اعمل حزام اخضر حوالين المدن كلها. وده هيوفر، ده له بقى يعني عده فوائد. انا همنع زحف الصحراء او عدم التصحر، هقلل من درجه الحراره لان المسطحات الخضراء ده هتقلل معايا من درجه الحراره، هقلل من استهلاك الطاقه عندما تقلل درجه الحراره، هزود اكسجين واقلل ثاني اكسيد كربون، يعني هقلل ثاني اكسيد كربون وازود الاكسجين، يعني هقلل من الانبعاث الحراري. نعم. يعني تبقى معالجه مشكله بيئيه واقتصاديه ومجتمعيه وتوفري فرص. انا شايفه كده يا باشمهندس محمد ان انتوا بداتوا تتعاملوا بخطوات كبيره جدا مع منهج البحث العلمي مع زراعه الجوجوبا. يعني انتوا يعني خلاص ما عادش لقت بقى الامر دلوقتي مدروس جدا. نعم. وفي اطر كمان تطوير بعد كده زيادة إنتاجية من وحدة محدودة من الزراعة. يعني على ما أعتقد أن الفترات اللي جاية كمان هنتكلم عن جوجوبا واحد جوجوبا اثنين زي ما بنسمع كده. أعتقد أن ده هيبقى موجود. نعم طبعا ده كل ده موجود، وحاليا كمان حتى بالنسبة للسلالات بتتسجل حاليا في وزارة الزراعة وفيها على نفس الموضوع. إشراك بقى القطاع الخاص في المنظومة دي بقى الامور ماشيه ازاي؟ اولا في استجابه، يعني حاليا في يعتبر من بدايه 2019 في استجابه جدا من القطاع الخاص. في مستثمرين دخلوا في المجال. نعم.
وداخلين بمساحات كبيره، لان لما بدات توصل للرساله ان عاد في سوق حقيقي وفي انتاج وفي ده، بدا دي رساله اطمئنان اداء يقدر يدخل ويزرع، فعاد في اقبال كبير جدا جدا من فده على مستوى الوطن العربي كمان، مش مستوى مصر، مش مصر بس. لا مش مصر بس، لا لا لا، في شغل في كتير كمان. احنا حضرتك في مشاريع في الجزائر وفي في تونس وفي السعوديه، دي مشاريع شغاله حاليا بننفذها وبنزرع جوجوبا. التنافسيه بقى ما بين مصر وما بين الدول كلها، احنا بنزرع في اي مكان في مصر مش كده؟ يعني ممكن جوجوبا دي ازرعها في سيوه، ازرعها في هنا، في هنا، في اي ارض. وعملنا التستات على كل الاقاليم في مصر، فطبعا هي شغاله مع كل المناطق. بالنسبه للمناخ، مناخ مناسب جدا جدا في مصر، وتتميز كمان في الجنوب، يعني تتميز في جنوب مصر. التنافسيه احنا بفضل الله مصر مؤهله في خلال 3 سنين تكون الأولى على العالم في إنتاج الجوجوبا. مؤهلة نكون الأولى على العالم في إنتاج الجوجوبا. إحنا الأول حالياً دلوقتي الدولة مصر الأولى في الوطن العربي في إنتاج شتلات الجوجوبا. بفضل الله برضو، وده بسواعد المصريين وفريق برضو ناس مخلصة في عملها، قدرنا إن إحنا نحقق 13% نسبة نجاح في الإقصار، أزيد من إسرائيل اللي هي كانت تعتبر محتكر الموضوع ده كله. يعني المنافس الاول بتاعنا في الموضوع ده اسرائيل. اسرائيل كانت في الشتلات كانوا وهم حاليا الاولى على العالم في جوده الزيت، في الجوده مش في الانتاج. ولكن احنا ان شاء الله بالنسبه في خلال 3 سنين مصر مؤهله تكون الاولى على العالم في انتاج زيت الجوجوبا وباعلى جوده ان شاء الله. وانا بحب يعني اوجه رساله بقى من خلال حضرتك لكل الباحثين وكل الدكاتره واساتذتنا، فيهم يعني جواهم حاجات حلوه، والمصريين يقدروا يعملوا حاجات كتير جدا جدا. سيبك ما تحطش ان 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 النسيين قدامك ما عملش غير كده فانت ما تقدرش تعدي الخط دون. لا 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 لا، انت تقدر لما يكون جواك اراده وجواك عزيمه تقدر تحقق. تجربتنا بتقول كده، وتجارب كتير ناس كتير قالت كده، بس يكون عندك عزيمه واراده ان انت توصل للهدف اللي انت او حلمك اللي انت بتحلم بيه. احنا كان في موضوع الاكسار ده كان حد ذاته كانت مشكله كبيره جدا جدا جدا. الحمد لله مع بدايه 2015 اتحلت المشكله نسبيا، في 2016 زادت، في 2017 قدرنا ناخد مركز اول. فده برضو يعني، فانا عايز بالنسبه كل مصر فيها حاجات كتير حلوه، فيها شباب يعني طموح وشباب واعي ويقدروا ينفذوا ويقدروا يعني في يعني يعتبر بتتبني مصر جديده. يا رب ان شاء الله. بتمنى لكم كل الخير، وان شاء الله يكون في اكتر من كده اخبار كويسه قوي نسمعها عن الجوجوبا واستخداماتها وتصنيعها ايضا كمان. فيعني بحقيقي تستحقوا، مجهودكم كويس جدا، رائع جدا. ان شاء الله هيكون في اسواق كتير قوي تستوعب الانتاج المصري القادم اللي هيتربع ان شاء الله في خلال يعني هنقول 2 3 سنين كده. ان شاء الله في خلال 3 سنين وفي نفس المكان نقول مصر الاول على العالم، ويكون بورصه الجوجوبا عالميا موجوده في مصر ان شاء الله. ان شاء الله وتديرها بنفسك بقى يا باشمهندس. لا لا، الشباب يعني احنا بالنسبه للمجهود ده مش مجهودي، ده تيم وفريق كبير، كل واحد له دوره، انا اقل دور فيهم يعني. نعم، بالتوفيق ان شاء الله. مهندس محمد اسماعيل خبير زراعه الجوجوبا، شكرا جزيلا ليك، ونتمنى لك ان شاء الله النجاح والتوفيق انت وكل الفريق المعاون مع حضرتك ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا ايضا كمان بشكركم، شكرا جزيلا، وبقول لكم تصبحوا على خير.